مو شرط توافق، يراد انه انتهت الفتره الزمنيه اخر يوم الخميس، فخلوا مجال يوم لان الاربعاء راح يصير مشاكل وراح ياجلوها للخميس وتنتهي. لازم السيد الرئيس برهم صالح يرشح شخصيه اخرى؟ اكيد اكيد، ما عندنا غير طريق، هو هذا الاتجاه. زين هذا المسلسل ايش وقت راح ينتهي؟ والله هذا المسلسل بعد اذا يجي شخصيه وادى فد، يعني ما معقول اليوم نجيب شخصيه ما يعرف العراق ايش يحتاج. اليوم عندنا كفاءات يا اخي، والله العظيم عندنا كفاءات، عندنا شخصيات وطنيه لا توجد عليهم مؤشرات. يعني انا الا شخص علي كذا ملف وبالنزاهه وطالع بكفاله وكذا، اجيبه اخليه امام مجلس النواب اقول لهم هذا الوزير الفلاني؟ هاي المشكله. يعني هو متذبذب بالاختيارات، قراره يبدله بالدقائق، اي ضغط يعني عليه من كتله سياسيه يغير رايه، وهذا صعب يقدر يقود العراق. إذا ما يقدر يأتي بحكومة قوية كيف يقود العراق؟